بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من ميدان الظفرة لتعلن انطلاق شوطنا 19 للقعدان اللقاي المحليات الأصايل. انطلقت الشعارات وحضرت الأسماء، أبدأ مع المركز الأول لأتابع انطلاقة وحضور بندرمر. يتقدم محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، يقدم لنا بندر مع أول المراكز. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من هياض حمود بن طويرش الوهيبي، يقدم لنا هياض مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من مشغل أحمد بن حبيب بن مبارك الكتبي. والمركز الرابع الحضور من الذيب مصبح بن حبيب بن سالم الراشدي، يقدم لنا الذيب. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات يحضر شاهين فايل بن حمد بن علي العويسي، يقدم لنا انطلاقة شعاره وحضور شاهين. بينما المركز السادس في هذه اللحظات الحضور من شاهين أحمد بن سلطان الرشيد السويدي، حاضر ومتقدم بهذا الحضور. بينما من وصل في هذه اللحظات متعب القادم محمد بن عبيد بن حلوس العامري، يتقدم. والمركز الثامن يحضر في هذه اللحظات منهي سالم بن سليمان بن حمود الحجري. والمركز التاسع الحضور من مشكور ماجد بن سعد بن عبد الله المنهولي المنهالي. والمركز العاشر في هذه اللحظات شباب محمد بن ساري بن بلوش المزروعي، يتقدم ويحضر مع عاشر الأسماء. هكذا النداء للأسماء الأولى الحاضرة، للأسماء العشر المتقدمة. لكن أعود إلى مقدمة الشوط، إلى مشغل من يتقدم أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، يقدم لنا مشغل بهذا الحضور الجميل، بهذا الحضور الكبير مع مشغل وحضور مشغل. المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز، يتقدم حشيم لراشد بن سالم بن علي الغيلاني. والمركز الثالث الحضور من بندر محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، يقدم لنا بندر القادم، بندر الحاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات من شاهين فايل بن حمد بن علي العويسية، يقدم لنا شعاره. والمركز الخامس الحضور من مشكور ماجد بن سعد بن عبد الله المنهالي. والمركز السادس الحضور من النشمي، النشمي 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 علي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، راعي دابان، يصل ويتقدم ليقدم لنا النجمية. بينما الحضور، بينما التواجد من ريناد القادم سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، من يقدم لنا شعاره وينطلق مع شعاره في هذه اللحظات. ايضا وصل في هذه اللحظات وتقدم متعب محمد بن عبيد بن حلوس العامري، ووصل شعار ممثل السلطنة ليحضر في هذه اللحظات. ملفت لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، لكن وين الصدارة؟ وين التحدي؟ العودة الى مقدمة
الشوط العودة إلى مشغل مشغل يا مشغل يا مشغل والثمانمية متر الأخيرة يا راعي مشغل يا أحمد يا بن عبيد يا بن مبارك الكتبي الله 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 المركز الثاني الحضور ريناد ريناد قادم بشعار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي ولكن اتحرك اتحرك مشغل واتحرك ريناد 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 ومشغل مشغل وريناد ولكن ريناد بالإنجازات ريناد بالبطولات يتقدم يحضر هنا سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي 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 ولكن القادم حشيم حشيم القادم راشد بن سالم بن علي الغيلاني ولكن ريناد ريناد راح للفوز راح للانتصار سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي طار الله مشكور يا علي يا بن سالم يا الوهيبي يا الوهيبي على العرض الكبير مع ريناد مع الإبداع المركز الثاني كان حضور حشيم راشد بن سالم بن علي الغيلاني والمركز الثالث المركز الثالث مشغل أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي والمركز الرابع كان حضور ملفت لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الخامس كان حضور متعب لمحمد بن عبيد بن حلوس العامري إذا نعود إلى ريناد بشعار سعادة سيف سلام يا الموجعي سلام على هذا الفوز والانتصار وسلام للعين 6 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني كان حشيم راشد بن سالم بن علي الغيلاني قدم أداء أيضا جميل 6 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثاني والمركز الثالث كان حضور مشغل أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي تهانينا والناموس توقيته مع المركز الثالث 6 دقائق 14 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لجميع الفائزين.